أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لغتنا الجميلة، والتي نتناول فيها اليوم قصيدة بعنوان قيم اجتماعية. فالكرم أعزائي الطلاب، وإجارة المظلوم وعفة النفس وحسن الجوار قيم عاش بها العربي ولها وجسدها لنا واقعا وشعرا حاتم الطائي. فمن حاتم الطائي؟ وما مناسبة القصيدة؟ وما القيم التي تتحدث عنها هذه القصيدة؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في سياق حلقتنا. إذن أعزائي الطلاب، عنوان درسنا كما قلنا هي قصيدة بعنوان قيم اجتماعية لحاتم الطائي. قلنا أعزائي الطلاب، الكرم وإجارة المظلوم وحسن الجوار كلها قيم تمسك بها العربي وعبر عنها شاعرنا حاتم الطائي في هذه القصيدة الرائعة. فتأمل معي عزيز الطالب ما يأتي. حاتم الطائي شاعر جاهلي، كان جوادا وشاعرا جيد الشعر، له أخبار كثيرة في الجود والكرم. تزوج حاتم ماوية بنت عفزر، بنت سيد شريف من سادات قومه، له ديوان شعر مطبوع. وحاتم الطائي مضرب المثل في الجود والكرم، لأن كرمه كان ينبع من أعماق نفس فطرت على المكارم، واتخذت من مساعدة المحتاجين مذهبا لها في الحياة. وهذا النص يبين رؤيته للحياة ومذهبه في الكرم. أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي إني لا أقول لسائل، إذا جاء يوما حل في مالنا نزر. أماوي إما مانع فمبين، وإما عطاء لا ينهنهه الزجر. أماوي ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر. أماوي إني رب واحد أمه أجرت، فلا قتل عليه ولا أسر. وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. عنينا زمانا بالتصالك والغنى، كما الدهر في أيامه العسر واليسر. فما زادنا بأوا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. وما ضر جارا يا ابنة القوم فاعلمي يجاورني،
ألا يكون له ستر؟ بعيني عن جارات قومي غفلة، وفي السمع مني عن حديثهم وقر. بعد أن استمعنا أعزائي الطلاب للقصيدة، هل فهمنا أعزائي الطلاب بعضا من معاني هذه القصيدة؟ لنرى ذلك معا. ميز عزيز الطالب الجملة الصحيحة من غيرها فيما يأتي حسب فهمك للأبيات السابقة. المال يخلد ذكر صاحبه. ستقول معي العبارة هنا خطأ، لأن الشاعر يقول: أماوية إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. فما يخلد ذكر الإنسان هو سيرته العطرة. تأمل ما يأتي: الدهر يأتيك بالشدة أحيانا وبالرغد أحيانا أخرى. سنقول هذه العبارة صواب، فالشاعر يقول في هذا المعنى: عنينا زمانا بالتصعلق والغنى، كما الدهر في أيامه العسر واليسر. تأمل ما يأتي: الكرم رأس القيم النبيلة، والبخل رأس الصفات الذميمة. نقول: نعم، هذه العبارة صواب، ولذا يقول الشاعر: أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا نزر. تأمل معي عزيز الطالب ما يأتي: الفقر يحط من قيمة الإنسان بين الناس. نقول مباشرة: هذه العبارة خطأ، فالشاعر أعزائي الطلاب يقول: فما زادنا بأوا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. فالفقر لا يحط من قيمة الإنسان. شريف الحسب يحافظ على كرامة جيرانه. سنقول مباشرة: هذه من القيم التي يدعو إليها الشاعر، فهي صواب، بدليل قول الشاعر أعزائي الطلاب: بعيني عن جارات قومي غفلة، وفي السمع عن حديثهم وقر. تأمل ما يأتي: اختر مرادف ما يأتي من العمود الثاني. الزجر، البأو، أزرى، أجرت، حميت، عاب، التكبر، النهي. ستقول معي: الزجر هو النهي، والبأو هو التكبر، وأزرى سنقول عاب وأعاب، وأجرت سنقول معا حميت. تأمل عزيز الطالب ما يأتي: اختر مضاد ما يأتي من العمود الثاني. وفر، التصعلق، نزر، وقر. ستقول: وفر بمعنى كثير، فإذا مضاده قليل. التصعلق هو الفقر والعسر، فمضاده إذن الغنى. نزر، نزر بمعنى قليل، فإذا مضاده كثير. ووقر بمعنى أصم أو الصمم، فوقر إذا مضادها سمع. أعزائي الطلاب، فاصل ونعود. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي الطلاب. عين الأبيات التي تدل على المعاني التالية:
لا يبقى للإنسان بعد موته إلا الذكر الحسن والسيرة العطرة. ماذا قال الشاعر في هذا المعنى؟ سنقول معا: أماوية إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. تأمل ما يأتي: حاتم لا يرد صاحب حاجة. ستقول معي: أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا نزر. تأمل ما يأتي: عطاء حاتم لا يفسده بأذى أو بمنة. ماذا قال الشاعر في هذا المعنى؟ ستقول معي: أماوية إما مانع فمبين، وإما عطاء لا ينهنهه الزجر. تأمل ما يأتي: لا يدفع المال الموت عن الإنسان إذا حان أجله. ماذا قال الشاعر في هذا المعنى؟ ستقول معي: أماوية أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر. تأمل ما يأتي: يحمي الشاعر وحيد أمه ويجيره من اعتداء الآخرين. ماذا قال الشاعر في هذا المعنى؟ ستقول معي مباشرة: أماوية إني رب واحد أمه أجرت، فلا قتل عليه ولا أسر. تأمل ما يأتي: حاتم لا يسعى إلى الثراء. ستقول معي: قال الشاعر في هذا المعنى: قد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. تأمل ما يأتي: الفقر والغنى لم يغيرا من طبيعة حاتم. سنقول معا: لقد قال الشاعر في هذا المعنى: فما زادنا بأوا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. تأمل معي ما يأتي: حاتم يصون جاره. ستقول معي مباشرة: وما ضر جارا يا ابنة القوم فاعلمي، يجاورني ألا يكون له ستر. حاتم يحافظ على كرامة وشرف جاراته. ماذا قال الشاعر في هذا المعنى؟ سنقول معا: بعيني عن جارات قومي غفلة، وفي السمع مني عن حديثهم وقر. تأمل معي عزيز الطالب ما يأتي: ما موضوع النص؟ ستقول معي: هو فخر واعتزاز بمكارم الأخلاق. تأمل ما يأتي: اختر الإجابة الصحيحة. ما موقف الشاعر من السائل؟ يقول: أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا نزر. يعطيه؟ نقول نعم. لا يرده خائبا؟ نقول أيضا نعم. ولا يدعي الفقر؟ فإذا جميع ما سبق صحيح. تأمل ما يأتي: جميع القيم التالية عرضها حاتم ما عدا الكرم والبخل، التضحية بالنفس، عفة النفس، إجارة المظلوم. الكرم والبخل من القيم الواردة، وعفة النفس أيضا، وإجارة المظلوم. إذن القيمة الوحيدة هي التضحية بالنفس، لم يتحدث عنها حاتم في هذا النص. تأمل ما يأتي: نعلل ابتعاد حاتم عن التكبر حين أصابه الغنى بكرم أخلاقه؟ نقول نعم. تواضعه؟ نقول نعم. عدم اهتمامه بالمال؟ نقول نعم أيضا. فإذا جميع ما سبق
صحيح. تأمل معي يا عزيز الطالب ما يأتي. التصالق أجرت الأقوام ذي قرابة من المؤشرات على الطابع الشخصي، البيئة البدوية، الطابع الإنساني أم الطابع الذاتي. سنقول معا ومباشرة التصالق وإجارة المظلوم والأقوام وذي القرابة كلها تدل ومن المؤشرات على البيئة البدوية. أعزائي الطلاب، فاصل ونعود. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. اختر من العمود الثاني المعنى الذي أضافه حرف الزيادة في كل فعل. أجاره، جاوره، استجار به. فكل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. فأجاره ستقول معي بمعنى أنقذه وحماه، وجاوره سنقول معا ساكنه، واستجار به أي استغاث به. فكل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. تأمل عزيز الطالب ما يأتي. اختر فائدة ما تحته خط من العمود الثاني. قد علم. قلنا أعزائي الطلاب قد مع الفعل الماضي تفيد التوكيد، ومع المضارع تفيد الشك والتقليل. فإذا قد علم مع فعل ماضي، فإذا نقول هنا تفيد هنا التوكيد. ما ضر جارا، ما هنا نافية، فإذا الأسلوب هنا أسلوب نفي. لو أراد ثراء. لو أعزائي الطلاب هي حرف شرط غير جازم، وهي حرف امتناع لامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط. كأن تقول مثلا لو درست لنجحت، فالنجاح لم يتم لأن الدراسة لم تتم. فإذا لو أراد ثراء هنا تفيد امتناع لامتناع. إذا جاء يوما، فإذا ظرف تضمن معنى الشرط وهو يفيد التحقيق. وتذكر أن الجملة جاء هنا تأتي في محل جر بإضافة إذا إليها. تأمل ما يأتي. اختر الإجابة الصحيحة. إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، كناية عن الألم، الحزن، الموت، كل ما سبق. حشرجة النفس وضيق الصدر من مظاهر الموت. فإذا الإجابة الصحيحة هنا جيم، نقول الموت كناية عن الموت. والكناية أعزائي الطلاب هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، كقول الخنساء في أخيها صخر، طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد إذا ما شتى. وسوف نتناول موضوع الكناية في درس مستقل بإذن الله في الدروس القادمة. تأمل ما يأتي. أماوية. إما مانع فمبين، وإما عطاء لا ينهنهه الزجر. نوع العلاقة بين الشطرين، مقابلة، تضاد، طباق أم باء وجيم. ستقول معي مباشرة مانع فمبين، عطاء لا ينهنهه الزجر. فإذا العلاقة هنا والعلاقة بين الشطرين هي علاقة المقابلة. فما المقابلة أعزائي الطلاب؟
نقول المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. تأمل ما يأتي: عنينا زمانا بالتصعلك والغنى، كما الدهر في أيامه العسر واليسر. نوع العلاقة بين التصعلك والغنى من جانب والعسر واليسر مقابلة، تضاد، طباق أم ترادف. التصعلك هو العسر، والغنى هي أيضا اليسر، فإذا نوع العلاقة هنا ترادف بالطبع. تأمل ما يأتي: كرر الشاعر نداء ماوية، ويدل ذلك على حسبه ونسبه حب الكرم مكانتها أم باء وجيم. تكرر النداء في قوله أماوية، وهو نداء مرخم حذفت منه التاء، فإذا نقول هذا يدلل على أولا حبه للكرم، ثانيا على مكانة ماوية لدى الشاعر. فإذا الإجابة الصحيحة هي دال، والتي تجمع باء وجيم. تأمل معي يا عزيز الطالب ما يأتي: بعيني عن جارات قومي غفلة، وفي السمع مني عن حديثهم وقر. وازن من حيث المعنى بين بيت حاتم وبيت عنترة الذي يقول فيه: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. نقول هنا أعزاء الطلاب: كلا الشاعرين عفيف شريف يحافظ على حسن الجوار، ولكن حاتم يحافظ على جارته بسمعه وبصره، أما عنترة فبالبصر فقط. تأمل عزيز الطالب ما يأتي: ما أهم القيم التي دعا إليها حاتم الطائي في هذه القصيدة؟ ستقول معي: أولا الكرم ومساعدة المحتاج، ثانيا إجارة المظلوم، ثالثا سنقول معا عفة النفس، وأخيرا حسن الجوار. قيم اجتماعية رائعة جسدها لنا حاتم الطائي واقعا وشعرا في هذه القصيدة الرائعة. أماوية: إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوية: إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا نزر. أماوية: إما مانع فمبين، وإما عطاء لا ينهنهه الزجر. أماوية: ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر. أماوية: إني رب واحد أمه أجرت، فلا قتل عليه ولا أسر. وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. عنينا زمانا بالتصالك والغنى، كما الدهر في أيامه العسر واليسر.
فما زادنا بأوا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر، وما ضر جارا يا ابنة القوم فاعلمي يجاورني ألا يكون له ستر. بعيني عن جارات قومي غفلة، وفي السمع مني عن حديثهم وقر. إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم، وعلى أمل لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.